اسامه عرابي من افضل من جه في النادي الاهلي كلاعب، اخلاق، اداء، من ابناء النادي الاهلي. كابتن اسامه عرابي ده تاريخ كبير جدا، زامل الخطيب وزامل زيزو وزامل العمالقه بتوع النادي الاهلي، وكان راجل خلوق جدا في الملعب، وكان بيأدي الدور بتاع الكوتش بتاع الفريق، وكان بيعمل اللي عليه، وكان الجندي المجهول في فريق النادي الاهلي. لو اتكلمنا عن اسامه عرابي هنقول كتب وهنقول حكايات، وكان انسان كويس جدا، مؤدب جدا، كان دايما محبوب من الفرقه ومحبوب من الجماهير. اسامه عرابي من اتربيت على عشق الكوره منه ومن جيله. كان في الملعب في الفتره اللي انا يعني كنت لسه بشب فيها، كان ما شاء الله كان نموذج للاعب الملتزم في الاداء في السلوك وفي الكره، ما كانش فيه اروع من كده، كان هايل جدا، كان عظيم جدا، راجل وبيلعب الماتش من اول دقيقه لاخر دقيقه ما تحسش ان في حاجه حصلت. حتى لما كبر كان نفس المجهود ونفس اللياقه و أخلاقه عالية جدا، وراجل محافظ ويعني لعيب خلوق، لعيب خلوق جامد يعني. لا هو كان غزال الكرة المصرية بصراحة، يعني خفيف، وكان مهاراته عالية جدا، خدت بال حضرتك، وكان مميز يعني في الجيل بتاعه. أنا بالنسبة لي أنا من أعظم اللعيبة أخلاق ولعب ورجولة، وما كناش حاسين بيه، عشان كده كان هو من اللعيبه الناجحه، ولحد دلوقتي اخلاقه عاليه جدا، وانسان متواضع، وانسان اللي هو الحريف المحبوب. اقول عنه ان رمز من رموز النادي الاهلي، ولا ننسى ان هو كابتن النادي الاهلي بعد ما كان لاعب في النادي الاهلي اصبح كابتن النادي الاهلي. واعتقد اللي بيشيل شاره كابتن النادي الاهلي ده رجل يعني النادي الاهلي يعيزه وهو بيعز النادي الاهلي، فالاثنين اصبحوا الاثنين كانهم دم واحد. مين يعني انا حتى ولو اني يعني وظيفتي اللي انا فيها وكنت فيها لا اقارن نفسي باي كابتن للنادي الاهلي، فيعني مش عارف اديله حقه ازاي يعني. ربنا يبارك له وربنا يهنيه وربنا يسعده في وظيفته الجديده، ويدي للنادي الاهلي زي ما اداه قبل كده وزي النادي الاهلي ما اداه. اهلا بكم مشاهدينا بعد الفاصل ومتابعه التقرير لكابتن اسامه عرابي. لكن مهم ننوه مره اخرى ان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي سيتوجه بكلمه هامه جدا الى كل جماهير النادي الاهلي في مصر والوطن العربي الكبير. بعد قليل ستكون هناك كلمه هامه جدا للكابتن محمود الخطيب موجهه الى كل جماهير النادي الاهلي في مصر والوطن العربي الكبير. كابتن اسامه عرابي بنتواصل والحديث، اولا ليك تعليق على التقرير و طبعا جماهير النادي الاهلي ورايها ومشوارك في النادي الاهلي. طبعا انا بشكر الناس اللي قاموا باعداد التقرير دوت، بشكرهم جدا، وطبعا بشكر كل الناس اللي جم في التقرير واتكلموا عني بالطريقه دي. اتمنى ان انا يعني اكون في المكان اللي هم قالوها عليا يعني، ومتشكر ليهم جدا، ومتشكر كل طبعا جماهير بس معاهم الذكريات والمباراة. الحمد لله يعني متشكر ليهم جدا، ومتشكر لكل جماهير النادي الاهلي على وجه الخصوص، وجماهير مصر عامه لما كنت بلعب في المنتخب يعني، الحمد لله يعني. طيب كابتن اسامه، قبل ما ننتقل للحديث عن مباريات كاس العالم وروسيا 2018، بنؤكد مره اخرى لجماهير النادي الاهلي في مصر والوطن العربي الكبير، تابعونا بعد قليل هناك كلمه هامه جدا للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. الكلمه هامه جدا لكل جماهير النادي الاهلي موجهه لجمهور النادي الاهلي في مصر والوطن العربي، انتظرونا بعد قليل وهذه الكلمه الهامه للكابتن محمود الخطيب. كابتن اسامه، يعني مباراه تاونشيب مباراه مهمه، في جاز كده لو هتكلم على موضوع الجمهور قبل ما ننتقل لموضوع كاس العالم والمباريات المثيره،
والمفاجآت. حضور الجمهور مهم في مباراة تاونشيب حتى لو بنسبة 10% أو 10,000 في استاد برج العرب. طبعا جمهور عصب كرة القدم، ولولا الجمهور مش اللعبة مش هتبقى موجودة. يعني الجمهور هو المحرك الأساسي للعيبة وبيدي دافع كبير جدا، وخاصة بقى لما اللي اتعامل مع جمهور النادي الأهلي يفهم دي أكتر. يعني احنا اول حاجه كنا بندور عليها في الماتشات اول ما نروح الاستاد، علشان كان هو الملعب الرئيسي بتاعنا او اي مكان حتى خارج القاهره يعني، لكن انا بتكلم على استاد القاهره تحديدا. يعني اول حاجه كنا بننزل اوضه اللبس على طول، يا اما نفتح الشباك عشان نشوف الناس، يا اما ننزل الملعب نتفرج نشوف الناس اللي موجوده قد ايه. يعني فيوم ما تلاقيش الجمهور موجود او الظروف اللي احنا بنمر بيها، وكانت فتره الجماهير ما بتحضرش، تحس ان الدوري ميت او في حاجه كبيره جدا ناقصه. فطبعا الجمهور هو المحرك لينا، واحنا اساسا بنلعب عشان الجماهير، يعني دي جزء كبير جدا من المنظومه. يعني هو دايما جمهور النادي الاهلي هو الدرع والسيف الخاص بالنادي الاهلي، دايما حمى النادي الاهلي من خلال جمهوره عبر السنوات وعبر مشوار طويل جدا مع القلعه الحمراء. يعني تاريخ كبير، النادي الاهلي انشئ منذ عام 1907 حتى هذه اللحظه، بتتكلم عن اكبر شعبيه وجماهيريه مش في مصر، في الوطن العربي وفي القاره الافريقيه. مفيش شك، فانا قلت لك يعني اديتك مثل بس باستاد القاهره، لكن برضو انا قلت لك في كل مكان بنكون متواجدين فيه داخل مصر، حتى بنسافر مثلا الصعيد، في الارياف، في ناحيه المحافظات البحريه، يعني غير كمان الصعيد وكده، الجماهير في كل مكان موجوده، حتى بعض الفرق الاخرى اللي بنلعب ضدها بيبقى جمهورنا اكتر. و يعني زي ما قلت لك المحرك الاساسي لفرقه النادي الاهلي. فنتمنى ان شاء الله الجماهير اللي هتحضر اللقاء الجاي، حتى لو انت قلت لي بتحددها ب 10,000 تقريبا. 10,000 بالظبط، طبعا عدد برده مش قليل. احنا كنا طبعا نتمنى انه الملعب بيتملي زي كل المباريات اللي كنا بنلعبها فتره قبل الخمس ست سبع سنين اللي فاتوا دول. 80,000 مش هيساعد جمهور الاهلي. طبعا بالظبط. طبعا انا يعني في لحظات وانت بتكلمني دلوقتي بتمر عليا في طبعا الملعب بيبقى مقفول بطريقه مش طبيعيه، يعني فحاجة تسعد يعني. تمام. طيب كابتن أسامة، كأس العالم، أولا متابعتك لمباريات كأس العالم، كأس عالم فيه مفاجآت طرف النهائي، يعني فرنسا وكرواتيا، شايف البطولة إزاي بالمستويات الفنية؟ هل بطولة قوية؟ هل المفاجآت خلت البطولة ضعيفة؟ مستوى الفني تقييمك ليها بالمقارنة بالبطولات السابقة، خروج منتخبات كبيرة أسبانيا والأرجنتين وألمانيا والبرازيل ووصول بلجيكا وكرواتيا حتى لمرحلة السيمي فاينل. لا، هو طبعا عدد الفرق لما كتر من وجهة نظري قلل القوة شوية بتاعت متعة المباريات. يعني احنا بقينا 32 فرقة، وانا يعني زي ما سمعت انه الاتحاد الدولي بيفكر يخليهم 48، ف 48 ده يعني معناها هيدخل بقى تلت العالم يلعب في كاس العالم، متعتها هتقل يعني. طبعا هي لظروف اقتصادية وحاجات تجاريه وكده، لكن طبعا عدد هيبقى يعني غريب يعني. فيمكن عدد الماتشات اللي اتلعبت حتى الان فيها متعه كاس العالم، العدد مش كبير قوي. يعني هتلاقي مثلا مباراه اسبانيا والبرتغال بتاعت 3-3، هتلاقي مباراه بلجيكا والبرازيل اللي بلجيكا كسبت فيها 2-1، هتلاقي فرنسا مثلا وبلجيكا الماتش الاخير، كرواتيا والارجنتين، هتلاقي يعني المكسيك، ماتشات المكسيك كانت حلوه جدا، ادت بشكل كويس. لكن في ماتشات برضو كتير كنت بتحس مش مستوى كاس العالم، يعني مش المستوى الفني بتاع الكاس العالم. كاس العالم مثلا لما كان 16 فرقه تحس الماتشات كلها جامده من بدايتها، لكن احنا مثلا في دوري المجموعات قبل في المرحله الاولى كان في عدد كبير من الماتشات مستوى عادي. يمكن لما دخلنا على دور المرحله النهائيه ابتدت المستوى، طبعا الماتشات بيرتفع، لان كل ما بيبقى عندك امل البطوله قرب، وكمان التجانس والدفاعيه اللي بتبقى عند اللعيبه بتزيد جدا مباراه عن اخرى لما بيبتدوا يوصلوا للمراحل اللي هي الاربعه والثمانيه والثمانيه والاربعه وكده. في ماتشات اتأدت بمستوى كويس، والفرقتين اللي وصلوا بصراحه يعني
من الفرق اللي تستاهل انها تكون في المباراه النهائيه، لكن مش معنى كده انه لازم يكونوا احسن فرقتين. يعني هو فرنسا وكرواتيا وصلوا فعلا للمباراه النهائيه، وفرنسا ادت مباريات رائعه خاصه بعد دور المجموعات. يعني هم في المرحله الاولى لعبوا مع استراليا وكسبوا 2-1، ثم بيرو، ثم المباراه الثالثه تعادلوا مع الدنمارك. كانوا ماشيين خطوه خطوه، لكن لما دخلوا على دور ال 16 وال 8 لما لعبوا مع الارجنتين وكسبوا 4-3، ثم هي المباراه دي اللي كانت فيصل في مشوار فرنسا. طلعوا يعني المستوى ارتفع كتير جدا، وده حصل على فكره في يعني في اكتر من كاس عالم. في فرق بتبدا المرحله الاولى بتاعت التجميع واحده واحده، شفنا ايطاليا في 82 عملت كده، وفي النهايه خدت كاس العالم، وفرق اخرى في بطولات تانية حصل معاها كده. ففرنسا عندها مجموعه متميزه جدا من اللاعبين. يعني انا شايف انه من بابي اللي هو رقم 10 ده هيبقى يعني مفاجاه صاعد بسرعه الصاروخ، مفاجاه العالم الفتره الجايه. يعني انا اتصور انه هيتربع، يعني اتمنى طبعا مع نجمنا محمد صلاح هيتربع على عرش الكره بعد كده. موناكو استعجل في بيعه، ده اتباع قبل كاس العالم بايام قليله لباريس سان جيرمان. لا ده هيبقى، ده عنده ما كملش 20 سنه. يعني مميز جدا، سرعات غير طبيعيه، مهاره عاليه جدا، هداف، متعاون جدا مع زمايله، لعيب حتى في النواحي البدنيه. يعني احيانا بيبقى واحد مهاري وعنده سرعه وكده، لكن مقوماته الاخرى ضعيفه. هو واضح انه هيبقى حاجه جامده. يعني هي الامكانيات، اتفضل. الامكانيات الحظ، يعني لو بتتكلم على منتخب فرنسا، خط الدفاع انت عندك اومتيتي وفاران، ده مدافع ريال مدريد ومدافع برشلونه، كانتي وبوجبا في خط الوسط، مانشستر يونايتد وتشيلسي طبعا، قدام في جريزمان اتلتيكو مدريد، جيرو احد اللاعبين المميزين في الدوري الانجليزي، في ماتويدي، مبابي، ماتويدي. لا لعيبه امكانياتها الفنيه عاليه جدا. بص، هما انا يمكن ابتديت من بابي على طول، لان انا يعني من الناس اللي شدتني جدا في البطوله، لفت الانظار بسرعه. لكن كل اللي انت قلتهم دول هم عندهم، حتى بافارد اللي هو الباك رايت اللي هو نمره 2، من افضل الناس اللي بيادوا في مركز الظهير الايمن او الباك رايت في البطوله. هرنانديز اللي هو الباك الشمال برده ممتاز، زي ما انت ذكرت اومتيتي وفاران هايلين، عندهم اتنين مميزين جدا في وسط الارتكاز، دول محور الفريق بالكامل. مظبوط، من افضل الناس اللي بتادي في البطوله اللي هو كانتي. يمكن كانتي الناس مش واخده بالها منه قوي، لكن عشان بوجبا هو الاشهر، لكن كانتي من افضل اللعيبه الوسط المدافعين اللي في البطوله، رغم حجمه القليل لكن عامل فارق في وسط الملعب جدا. عنده تسليم وتسلم بطريقه غير عاديه، بيظهر لكل زمايله في اي وقت. مفيش يعني في حاجه واحنا بنلعب، في لعيب بيسهل عليك اللعب، بيخليك ما تبقاش مزنوق. عارف يعني تبقى انت معاك الكوره، ساعات بيبقى ضغطك مجموعه من اللاعبين هتتقطع منك، تلاقي واحد بيطلع لك كده بيفتح لك زاويه على التمرير عشان تلعب له، فهو على طول كانتي تحت الكوره مع الناس، مميز جدا. طبعا بوجبا يمكن ابتدى واحده واحده، ما كانش عالي في المباراه الاولى، لكن فرق جدا في المباراه الاخيره، وخاصه في مباراه بلجيكا. عندهم الثلاثه اللي هم بيلعبوا تحت الفيرو اللي هم مبابي وجريزمان وماتويدي، وساعات يمكن ماتويدي ساعات بيلعب، ساعات بيلعب تيليسو، ساعات، لكن جريزمان ومبابي طبعا هايلين، فريقين كتير. يمكن اقلهم شويه في البطوله جيرو، هو اللي انا اتصور لو كان في مهاجم اقوى من كده على حساب كريم بنزيما. هي وجهه نظر طبعا. وبعدين انت دلوقتي لما تيجي لديتشام محدش يقدر يتكلم معاه، الراجل وصل نهائي ويمكن هو اقرب نسبيا. طبعا كرواتيا طبعا فرقه هايله، لكن هنقول نسبيا في تفوق ل... طب ممكن ديتشام بيواجهه سوء حظ في النهائي كاس العالم، نفس المدرب كان مع فرنسا في يورو 2016 ووصل النهائي وخسر من البرتغال، المره دي بيصل للمباراه النهائيه لكن في كاس عالم، ممكن يكون في مفاجاه زي ما البرتغال حققت المفاجاه على فرنسا ان كرواتيا تكسب فرنسا. انت خلاص طالما وصلت المباراه الواحده اللي هي البطوله، تكسب وتخسر مجموعات فيها تجميع نقط، ممكن جدا ما بقاش موفق المباراه الاولى اوفق المباراه الثانيه، لكن طالما وصلت لنهائي يعني معنى كده ان الفرقتين امكانياتهم قريبه جدا من بعض. يعني انت بتتكلم على كرواتيا برضو مفاجاه كاس العالم، أدت مباريات
خطيرة جدا في المجموعة مع الأرجنتين 3-0، مع نيجيريا 2-0، ثم مع إسلندا 2-1. دخلوا في مرحلة دور 16 و 18. يمكن من دور 16 الكيرف بتاعهم قل شوية، يعني في مباراة الدنمارك، الدنمارك كانت ند قوي جدا وهم وفقوا وكسبوا ضربات الجزاء. في مباراة روسيا هم كانوا أفضل، رغم ان لعبوا 120 دقيقه في المجمل هم كانوا افضل، لكن روسيا برضو تعبتهم جدا، معدلات جري غير طبيعيه. طبعا معدلات جري روسيا غير طبيعية. وانا شايف ان مدربهم من افضل المدربين في البطوله، ان مجموعه اللعبه دي قدر يوصل للمرحله دي. بالنسبه لكرواتيا كمان لعبت 120 دقيقه تاني مع روسيا، الكيرف شويه قل. لما جم مع انجلترا انا كنت مرشح كرواتيا مع اسبانيا والمانيا، طبعا خرجوا البرازيل، رغم ان البرازيل انا شايف ان كانت لابد تكون في المربع الذهبي على الاقل اذا ما كانتش وصلت النهائي، اصطدمت ببلجيكا، ولكن هي اصطدمت ببلجيكا اللي هي برضو ادت بشكل كويس قوي. فكرواتيا في مباراه انجلترا انا تصورت انه بعد الماتشين ال 120 دقيقه ان انجلترا هتبقى ليها الغلبه، خاصه انه في المباراه الاخيره انجلترا كانت فايقه جدا على السويد، والعكس كرواتيا كانت في هبوط شويه. لكن كرواتيا بصراحه في المباراه انجلترا وكرواتيا أدوا بشكل كويس قوي. طبعا مودريتش هايل، من افضل الناس في البطوله. راكيتيتش، ماندزوكيتش طبعا، الجون الثاني كلهم، بريزينيتش اللي هو رقم 4 اللي هو جاب الهدف الاولاني، من اميز لاعيبه في البطوله. فهم فرقه مكتمله جدا بتادي بجماعيه كويسه جدا في كل المباريات اللي لعبوها. هتبقى مباراه صعبه جدا بين فرنسا وكرواتيا. انا من وجهه نظري ارجح كفه يعني فرنسا بنسبه بسيطه جدا، يعني مثلا 55 ل 45، لان برضو كرواتيا العامل البدني ثلاث مباريات 120 دقيقه، انا هتصور انها تفرق، لانه ده ثلاث مباريات قبل مباراه فرنسا يلعبوا فيها 120 دقيقه، فرنسا ما لعبتش ولا مباراه 120 دقيقه. ثانيا المباريات المده الزمنيه قليله بالظبط، فانا حتى حسيت انه بعض اللعيبه في كرواتيا، عشان كده اتفاجئت في ماتش انجلترا، ابتدت يحصل عندها بعض الناس طلب التغيير، كذا لاعب فيهم طلب تغيير في اخر ربع ساعه في مباراه الشوط الرابع في مباراه روسيا. وبرده بس في انجلترا يا كابتن اسامه الشوط الرابع ما هدي بقى كان في اداء دفاعي واستحواذ على الكوره ودفاعي متقدم على المنتخب الانجليزي. مظبوط. كان المنتخب الكرواتي في الشوط الرابع واخر ربع ساعه كان بدنيا اعلى من المنتخب الانجليزي. ما دي بقى اللي كانت مفاجاه غريبة بالنسبه لي، لانه انت ما تشوف الشوط الاولاني كان الاحساس اللي كان عندك والتوقع كان ماشي مظبوط. ما تشوف الشوط الاولاني انجلترا كانت راكبه المباراه وجايبه جون، كرواتيا تحس في تعب، مسيطرين شويه اكتر، لان هم عندهم موضوع الاستحواذ كويس عن انجلترا، ولكن ما كانش فيه خطوره. وحتى معظم المحللين، انا سمعت كذا واحد في قنوات كتيره يعني بتفرج بقلب يعني في كذا من كتير قوي، توقعوا ان انجلترا هتضيف الهدف الثاني والثالث، يعني منهم في الاكسترا تايم بتكلم في الشوط الثاني، كانوا كسبين الشوط الاولاني في الوقت الاصلي تمام. منهم مدرب الارسنال ارسن فينجر قال لك انجلترا هتجيب جون والتاني، يعني جونين مثلا. ارسنال فينجر كان بيشجع انجلترا باحساسه حتى، ما كانش لا اصل حتى الشوط الاولاني فعلا تحس ان كرواتيا هي، لكن انتفضوا جدا في الشوط الثاني وسيطروا وعملوا خطوره وتعادلوا بجون انا بعتبره اجمل جون في البطوله، اللي هو جون بريزينيتش اللي هو رقم 4 اللي هو اتحرك من بين الاثنين مدافعين لا وبعدين حطها بوش رجله الشمال من قدام المدافع، مهارة عالية صعبه جدا، جون صعب جدا. الشوط الثالث انجلترا ابتدت تسيطر تاني، ولكن الشوط الرابع وده بقى المفاجاه، ان كرواتيا يعني جت في الوقت الحاسم تماما وجابت هدف جميل، وكانت هتجيب هدف ثالث كمان، وصراحه هم استحقوا الوصول للمباراه النهائيه في مجمل الشكل. المباريات اللي ادوها يعني. عايز اقول لك كابتن اسامه، يمكن في احصائيه خاصه بالمنتخب الانجليزي، يعني الناس لو بتتابع معانا الاتحاد الانجليزي ازاي بيستعد من خلال منتخباته في مرحله السنيه كلها. كابتن اسامه، منتخب انجلترا في كاس العالم تحت 17 سنه في الهند العام الماضي فاز بالبطوله، تحت 20 سنه كاس العالم في كوريا الجنوبيه منتخب الانجليزي فاز بالبطوله،
تحت 19 سنة في جورجيا بطولة اليورو فاز بالبطولة. تحت 20 سنة في بولندا وصل لمرحلة السيمي فاينال. تحت 18 سنة في رومانيا كان وصيف لليورو 2018. إذن الاتحاد الإنجليزي عبر المراحل السنية بدءا من فريق 17 سنة حتى فريق 20 سنة إذا كان فاز بكأس العالم وفي بطولة أوروبا إذا ما كانش البطل يبقى الوصيف. المنتخب الأول بيغلف كل ده من خلال التخطيط المتعلق بالاتحاد الإنجليزي إنه بيصل للمباراة النهائية لكأس العالم بعد غياب منذ عام 1966. إذا هناك تخطيط، القصة مش مسألة مثلا مباراة أو أوفر أو تسديدة، لا في تخطيط علمي موجود في المنتخب الإنجليزي بشكل جيد يا كابتن أسامة. طبعا المنتخب الإنجليزي كمان من المنتخبات اللي أدت بشكل كويس في البطولة. يمكن مباراة كرواتيا ما كانوش في أحسن حالاتهم أكتر من لاعب، يعني هاري كين ما كانش في حالته، رحيم ستيرلينج هو هداف البطولة لكن رحيم ستيرلينج مثلا ما كانش في أحسن حالاته، وبعدين لعبه فردي شوية. حتى اللاعبة الثلاثة اللي ورا كانوا من أفضل ناس في البطولة طول المباريات، اللي هم ووكر وستونز وماجواير، ولكن امبارح ووكر ما كانش في أفضل حالاته لأنه بيلعب ثلاثة في قلب الدفاع. ولكن بصفة عامة هم أدوا بشكل كويس، عندهم لعيبة كويسة. أنا بقول كمان المنتخب ده من المنتخبات، أنا بطبيعتي ما كنتش بشجع المنتخب الإنجليزي فترات، هو بعيد بقاله كتير، لا في معظم كأسات العالم قبل كده مش المنتخبات الممتعة، مش المنتخبات الممتعة ما كنتش بحب استمتع بمبارياتهم لكن المجموعة ديت فيها لعيبة كويسة، جاريس ساوثجيت عامل لا وفيها لعيبة كويسين كتير، يعني لينجارد بتاع نص الملعب، طبعا رحيم ستيرلينج لولا ان هو بس مبالغ قوي في موضوع الترئيس والكلام ده، لكن هو فريق جيد ايضا. وطبعا بلجيكا يعني فرقه ممتازه من افضل الفرق اللي لعبت في البطوله، وحظها السيء انها هي والبرازيل وفرنسا الثلاثه كانوا في اطار صعب، اطار واحد، ان واحد صعب فيهم بس اللي يعدل المباراه النهائيه. وعشان كده جاريس ساوثجيت في مباراته مع بلجيكا ما كانش بيسعى للانتصار، لانه كان عايز يبتعد عن هذه المجموعه في المراحل النهائيه. ما هو دي حقيقه، يعني انت لما بتقابل البرازيل في دور الثمانيه مباراه كانت صعبه جدا لبلجيكا وادت فيها بشكل كويس قوي، والبرازيل ايضا رغم ان هي اتغلبت 2-1 كان ممكن الماتش ما يطلعش 2-1، كان ممكن الماتش يتقلب للبرازيل، وبعدين تواجه فرنسا في الدور قبل النهائي، فهو حظهم سيء. لكن هم برضو مجموعه متكامله ولاعيبه هايلين، هازارد ولوكاكو ودي بروين وفيتسل هو يعني نقطه ضعف كان مروان فلايني، ماله نقطه ضعف كان مروان فلايني، هو مروان فلايني خلي بالك في معظم المباريات كان احتياطي، هو بس اخر مباراتين اللي ابتدى يخش في التشكيله، وهو شادلي اللي هو برضو اللي هما اتنين اصولهم مغربيه. لكن فرقه ادت بشكل جماعي كويس قوي، فرقه هايله، وانا اتصور ان هما هيبقى ليهم الغلبه في مباراه انجلترا، يعني اعتقد ان بلجيكا هتبقى اقرب نسبيا من انجلترا. هي مباراه طبعا مش هتبقى سهله طبعا، اللي هي الثالث والرابع، طب هي هتبقى نفس الشكل اللي ظهرت بيه في مباراه المجموعات، يعني انجلترا وبلجيكا واجهوا بعض في دور المجموعات، بلجيكا كسبت 1-0 بالظبط. بلجيكا عندها لعيبه مكتمله اكتر مهاريه، يعني عندك هازارد ده من افضل اللعيبه في البطوله دي اللي هو رقم 10، قائد مهاري جدا، بيعرف يجيب جون، بيعرف يتحكم في رتم ايقاع اللعب، لعيب واحد من افضل، يعني لو اختاروا ال11 اللي هيبقوا افضل تشكيل لكاس العالم في الاخر، انا اتصور ان هازارد موجود، هازارد هيبقى موجود فيهم، يعني هي فرقه فعلا هايله. وزي ما قلت لك رغم فرنسا وكرواتيا يستحقوا الوصول لكاس العالم، ولكن احيانا طالما انت بتلعب بخروج مغلوب مش شرط ان افضل فرقتين اللي يوصلوا نهاية، لكن من افضل فرقتين بالظبط، لكن البرازيل من حقها كانت توصل برضو، بلجيكا كان من حقها توصل، يعني دول يمكن اكتر اربع فرق كانوا الاحق بالتواجد في المباراه النهائيه، بالتواجد في مع كرواتيا وفرنسا، يعني هم دول كانوا اقرب ناس يعني. طب كابتن اسامه، موضوع الاجهزه الفنيه والمديرين الفنيين في المنتخبات، جاريس ساوثجيت من المفاجآت اللي ظهرت في البطوله، المدير الفني الكرواتي لمنتخب كرواتيا اللي كان مرشح على فكره للعمل داخل مصر، زلاتكو داجنيتشي يعني متواجد مع المنتخب الكرواتي، وجود المدربين في المراحل النهائيه، يمكن ديدي ديشام بخط بطوله اوروبا وصل مع فرنسا للمباراه النهائيه امام البرتغال، لكن منتخب كرواتيا بمديره الفني، وايضا كمان وانا بتكلم عن جاريس ساوثجيت، وجود المديرين الفنيين بهذا المستوى مفاجاه في البطوله، ظهروا عملوا اسم جيد في كاس العالم.
في مدربين طبعا واضح ادائهم جدا زي مدرب بلجيكا اللي هو روبرتو مارتينيز. روبرتو مارتينيز بس الأسباني. هو دور تيري هنري مع اعلى ودور طبعا تيري هنري كمساعد معاه. بس في النهايه خلي بالك المساعدين لهم دور كبير جدا، ولكن في النهايه المدير الفني هو المسؤول عن الشكل بشكل طبعا بشكل عام. طبعا فما اقدرش اقول ان دور تيري هنري اعلى من دور روبرتو مارتينيز، لا ما اعتقدش يعني. في كتير قوي انا قلت لك على اللي هو مدرب روسيا رغم ان اسمه صعب اللي هو تشيرتشينوف او حاجه تشينوف، ده برضو ادى بشكل كويس جدا. مدرب المكسيك مدرب هايل، والفرقه المكسيك من افضل الفرق اللي ادت في احسن فرقه بتعمل كونتر اتاك. عندهم لعيبه هايلين جدا في كل المباريات اللي لعبوها باستثناء مباراه اللي هم اتغلبوا فيها 3-0 من السويد. برضو السويد على فكره ادوا مباريات هايله. السويد اللي اقصت ايطاليا قوي. السويد اقصت ايطاليا من تصفيات كاس العالم، ايطاليا وهولندا بس هي حظها طبعا يعني ادت بشكل كويس في معظم المباريات ما عدا يمكن مباراه انجلترا اللي هم خسروا فيها 2-0 في دور الثمانيه، وما دول يمكن دي اقل مباراه فنيا كان فيها المنتخب السويدي، لكن مدربهم ادى بشكل كويس. المكسيك زي ما قلت لك لولا ان هي يمكن واجهت البرازيل في دور الثمانيه او دور ال 16 برضه مباراه كانت صعبه جدا، اتغلبوا 2 ولكن كانوا عاملين مباراه هايله. الدنمارك على فكره ادت مباريات هايله، ففي فرق كتيره ظهرت بشكل كويس، ولكن فرنسا وكرواتيا استحقوا الوصول يعني للنهائي. خروج المانيا من الدور الاول في البطوله مفاجاه في ظل ان احنا اخر 3 بطولات كاس عالم الفائز باللقب يخرج من الادوار الاولى. المانيا اول مره في تاريخها تخرج من الدور الاول. المانيا كانت مرشح بقوه للكاس. انا عن نفسي وعارف ان خبراء كتيره كانوا متوقعين المانيا، ولكن في 3 ماتشات اللي لعبوهم البدايه كانت وحشه جدا في المباراه الاولى واتغلبوا من المكسيك، المكسيك كانت احسن. المباراه الثانيه في السويد كسبوا وكسبوا في اخر ثانيه، وقلنا المانيا هتفوق. انا توقعت انه المانيا هتفوق وهتكتسح، لكن جم في مباراه كوريا اصابونا بخيبه امل زي ما بيقولوا. تحس المنتخب الالماني رغم ان هو طول عمره الفنيات عندهم مش عاليه قوي، ولكن جماعيه الاداء وبرده في نوعيات لعيبه برده مهاريه، لكن المره دي اقل شويه يعني. في لعيبه مستوى اقل يعني زي توماس مولر، زي اللي هو الاصول التركيه رقم 10، ومسعود اوزيل ايضا كمان كان مستواه نازل جدا، مستواه قليل كان نازل جدا. مانويل نوير راجع من اصابه بعيده جدا، فوجئنا ان هو بادئ في لعيبه كتيره تحس انه اسامه خضيره تحس ان هم مستواهم اقل. يمكن هو بواتنج اللي هو المساك هو ده افضلهم. ويمكن هم خسروه في المباراه اللي هم خسروا فيها ما كانش بيلعب لانه كان مطرود، لكن هم ما كانوش في احسن حالاتهم رغم ان انا كنت مرشحهم، لكن هم ما كانوش في احسن حالاتهم. نفس الشيء على المنتخب الاسباني مفاجاه طبعا، يمكن ما كانوش موفقين في مباراه روسيا وروسيا كان عندها لك شويه وقدروا يكسبوا بضربات الجزاء في الاخر، لكن برضو ما كانش في احسن حالاته وما كانوش عارفين، ما فيش حد بيخلص لهم بسهوله في التلت الامامي يعني. وبرضو تحس انه فقدوا بعض العناصر القوه قبل يعني كانت موجوده قبل كده. فبرضو المنتخب الاسباني رغم انه خرج لكن بادائه يعني ما كانش في احسن حالاته. فهم دول المفاجاتين الكبار، الارجنتين والبرتغال انا شايف ان هم فرق عاديه جدا. الارجنتين وصلت لكاس العالم بصعوبه بالغه، لا وحتى في ادائهم في معظم الماتشات سواء في المجموعه او في الماتشات، حتى في مباراه فرنسا 4-3 هم جابوا 3 اجوان بس ما تحسش ان هم فرنسا كانت متفوقه خالص يعني. الارجنتين حظ ميسي انه مجموعه اللعيبه اللي معاه مش في مش 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 ما توصلوش لل منتخب النجم الاوحد، يعني ما توصلوش، ما فيش حد كتير مميز. بس خلال تصفيات امريكا الجنوبيه كابتن اسامه، المنتخب الارجنتيني اخر المنتخبات المتاهله وتاهل بصعوبه بالغه يعني. البرازيل قبل نهايه الجوله يعني تصفيات بحوالي 4-5 جولات كانت تاهلت رسميا لكاس العالم. تخيل الارجنتين لغايه الجوله الاخيره ما كانتش ممكن تصعد كاس عالم، فبالتالي خروجها في البطوله ما كانش مفاجاه حتى مع المدير الفني سان باولو. مش من الاسامي لا مش مفاجاه. انا قلت لك المانيا واسبانيا مفاجاه، لكن الارجنتين في معظم الماتشات كانوا وحشين. تحس حتى بيأس في ميسي وهو بيلعب.
حاسس، ما اعرفش، انا بحس ان هو حاسس ان الفرقه مش يعني مش مساعداه، او في يأس كده، بتحس انه في يأس شويه، حتى في مباراه فرنسا اللي اتغلبوا فيها 4-3 فكانوا يستحقوا ان هم يخرجوا. ايضا البرتغال باستثناء كريستيانو تحس ان هي فرقه عاديه جدا، ما يعني، فاللي وصلوا بصراحه يستحقوا يوصلوا أكيد. وكان معاهم البرازيل وبلجيكا، يمكن هم دول. كابتن اسامه عرب، انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده، اتكلمنا في كل حاجه متعلقه بالاهلي وكاس العالم والمحطه القادمه باذن الله للاهلي في البطوله الافريقيه. شكرا جزيلا ليك. شكرا ليك، شكرا ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان.